ينضم إلينا من بيروت مراسل القاهرة الإخبارية أحمد سنجاب. أهلا بك أحمد معنا، ما تفاصيل ما يجري بالجنوب اللبناني أحمد؟ نعم، تحياتي لك في البداية. بالفعل كانت هناك غارة إسرائيلية استهدفت بالصواريخ مركز إغاثي في بلدة الهبارية في الجنوب اللبناني، هذه البلدة التي تتبع قضاء حصبية في الجنوب اللبناني. وكانت المعلومات الأولية تفيد بأن هذا المركز الإغاثي كان يتواجد به قرابة 12 عنصر من عناصر الإغاثة والإسعاف الطبي في هذا المركز قبل الغارة بلحظات، وبالتالي المعلومات الأولية تفيد أيضا بسقوط عدد كبير وربما غير مسبوق من الشهداء في غارة واحدة منذ بداية التوترات على الحدود الجنوبية اللبنانية في 8 من شهر أكتوبر الماضي. المعلومات الأولية أيضا تفيد بأن 7 شهداء حتى الآن سقطوا جراء هذه الغارة، وأن أعمال الإغاثة والبحث عن المفقودين لا تزال جارية حتى الآن، وربما يكون هناك عدد أكبر، أي أن هذا العدد مرشح للارتفاع خلال الساعات القليلة المقبلة، لأن جهود الإغاثة لا تزال مستمرة. ويأتي هذا الأمر في إطار التصعيد المستمر في الجبهة اللبنانية على مدار الساعات القليلة الماضية، إذ بلغ العدوان الإسرائيلي على لبنان اليوم ذروته بتنفيذ سلسلة من الغارات الجوية التي تجاوزت حدود الجنوب اللبناني ووصلت مجددا إلى بلدة بعلبك، ووصلت أيضا إلى البقاع الشمالي في تصعيد وفي ربما عدوان هو الأوسع على الدولة اللبنانية منذ بداية التوترات في الجنوب اللبناني في 8 من شهر أكتوبر الماضي. كانت هناك أيضا سلسلة من الغارات الجوية التي استهدفت عدد من البلدات في القطاعات الثلاث للجنوب اللبناني، سواء القطاع الشرقي أو الأوسط أو القطاع الغربي، ولكن ربما الغارة التي نفذت في الساعات الأولى من صباح اليوم هي الأعنف منذ بداية التوترات، وخصوصا أنها استهدفت مركزا إغاثيا. المعلومات الأولية أيضا تفيد بأن هذا المركز هو من المراكز التابعة للجمعية الطبية الإسلامية المحسوب على حزب الله في الجنوب اللبناني، وبالتالي هو استهداف مباشر لعمل أو لمجموعة إغاثية. ربما ليست هذه هي المرة الأولى التي يتم استهداف فيها طواقم إغاثية أو طواقم من الأطقم الطبية. يعني أحمد، الغرض من القصف الإسرائيلي هو استهداف مركز الإغاثة والطوارئ وليس قصفا عشوائيا؟ بالتأكيد هو استهداف مباشر لمركز الإغاثة والطوارئ في هذه المنطقة الحيوية التي أيضا تقدم ربما خدمات لعدد من المصابي ومتضرري القصف الإسرائيلي في هذا القطاع وفي هذه المنطقة التي تتعرض في أوقات كثيرة خلال الأيام القليلة الماضية إلى قصف إسرائيلي عنيف. فكان الاستهداف مباشر لهذا المركز، وربما هذا الأمر أيضا يفسر السبب في ارتفاع أعداد الشهداء وضحايا العدوان الإسرائيلي الذي وقع قبل قرابة ساعة من الآن تقريبا. نعم، أنت ذكرت أحمد أن تلك المنطقة التي تم استهدافها هي منطقة حيوية، إذن كيف هي أو كيف تجري جهود الدفاع المدني وعمليات الإغاثة الآن؟ بالفعل هناك جهود كبيرة لأعمال الإغاثة لانتشال أو للبحث عن ناجين في المقدمة، وأيضا البحث عن مصابين وربما البحث عن شهداء. المعلومات الأولية تفيد بأن أكثر من 12 عنصرا كانوا متواجدين في هذا المركز قبل العدوان الإسرائيلي بدقائق معدودة، وهو ما يؤكد أن ربما تكون هناك أعداد أكبر مما تم الإعلان أو مما تم تداوله حتى الآن. ولكن الدفاع المدني ينتظر حتى انتهاء أعمال الإغاثة للإعلان عن القائمة النهائية أو العدد النهائي سواء الشهداء أو للمصابين جراء هذا القصف الإسرائيلي. ربما هذا المركز من المراكز الرئيسية لأنه يقدم خدمات الإغاثة لعدد كبير من المناطق التي تتعرض للقصف الإسرائيلي. قضاء حصبية من أهم الأقضية التي تتعرض إلى عدوان إسرائيلي على مدار الأشهر القليلة الماضية منذ بداية التوترات الجنوبية. اليوم أيضا من الأيام العنيفة في هذا القطاع الذي يقدم له هذا المركز جهود، وخصوصا بعدما أعلن حزب الله اللبناني اليوم عن سقوط 3 من عناصره ضحايا جراء القصف الإسرائيلي للبلدات في الجنوب اللبناني وأيضا في مناطق أخرى. ولكن قضاء حصبية من أبرز الأقضية التي تتعرض قراه وأيضا تتعرض عدد من البلدات في إلى قصف إسرائيلي عنيف، إما قصف مدفعي أو غارات جوية تستهدف محيط هذه المنطقة. وبالتالي سر أو السبب الأساسي في تواجد عدد كبير
من المسعفين والعناصر داخل هذا المركز أنه يقدم إغاثة لعدد كبير من المواطنين في هذا القضاء الذي يتعرض بشكل كثيف لعدوان إسرائيلي خلال الأسابيع القليلة الماضية، تحديدا منذ بداية التصعيد غير المسبوق للعدوان الإسرائيلي على الجنوب اللبناني. نعم، استهداف بلدة الهبارية بمحافظة النبطية جنوب لبنان، أحمد، لماذا هذا التصعيد في الجنوب اللبناني برأيك؟ ربما هذا التصعيد يأتي في إطار تصعيد متزامن أو تصعيد مستمر على مدار الأيام القليلة الماضية. هناك بالتأكيد ربط بين ما يحدث في الجبهة الجنوبية وبين ما يحدث في قطاع غزة، فتزامن هذا الأمر عقب قرار مجلس الأمن الدولي الصادر بوقف إطلاق النار في غزة، ولكن مع عدم التزام إسرائيل بهذا القرار فبالتالي الجبهة اللبنانية مرتبطة بشكل كبير بما يحدث في غزة، إضافة إلى العمليات التي نفذها حزب الله خلال الساعات القليلة الماضية، إذ نفذ حزب الله أكثر من 11 عملية على مدار أقل من 24 ساعة ماضت. أبرز هذه العمليات هو استهداف قاعدة ميرون الجوية العسكرية الإسرائيلية، وهذه القاعدة الرئيسية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في الشمال الإسرائيلي، تم استهدافها اليوم بعدد من الصواريخ الموجهة. أيضا تم استهداف عدد من القواعد، منها قاعدة في ناحية الجولان المحتل تم استهدافها بعشرات الصواريخ اليوم. فكان الرد الإسرائيلي أو التعامل الإسرائيلي مع هذه الأمور بمنتهى العنف، ربما عنف غير مسبوق في هذه المنطقة. بعض من المحللين والمراقبين في الجنوب اللبناني في أحاديث للقاهرة الإخبارية يتحدثون أن ما حدث أو ما تم استهدافه في المنطقة اليوم هو بمثابة مجزرة إسرائيلية ترتكب ضد عناصر للدفاع المدني والمسعفين في الجنوب اللبناني. من بيروت مراسل القاهرة الإخبارية أحمد سنجاب، شكرا جزيلا لك.